الرياضة والتمارين بتمثل جزء كبير من حياة ولادنا. الأب والأم في ستريس على طول عشان الولاد يتمرنوا لعبة ويطلعوا فيها أبطال، ففكرنا إن الستريس ده مش هي الفاليو الوحيدة للرياضة. الرياضة ليها فاليوز كتير قوي ممكن نشتغل عليها كمونتن فيو في أنفي كلاب. تنمية مهارات الولاد جزء رئيسي، لكن تنمية حاجات أخرى الرياضة بتديها زي القيم، زي الريسبكت، التيم ورك، الفير بلاي، كل دي حاجات الولاد ما بيحسوهاش لما بيتمرنوا لعبة واحدة. فماونتن فيو فكرت في أنفي كلاب إنها تشتغل على الولاد إن المكسب الرئيسي هو الفاليوز اللي بتديها الألعاب، الرياضة مش المكسب إن أنا أطلع الأول. النادي مش بس رياضة، والرياضة مش بس إني أصنع بطل، الرياضة حاجات تانية كتير، الريسبكت، الانتجريتي، النزاهة، الفير بلاي، كل دي فاليوز مهمة قوي للرياضة. فبشكر التنظيم، التنظيم كان هايل، بشكر الفرق كلها، لأن الفرق كلها. والسنة دي احنا مش عاملين جايزة للفائز الأول بس، عاملين ثلاث جوائز، جايزة للوين وجايزة للبوند أحسن تيم ورك، وجايزة للجرو أحسن تيم لعب والحظ ما أساعدوش، عشان نثبت القيم بتاعت الرياضة أكتر من المكسب بس. فبشكركم جميعا. Thank you. مرسي ليكم.